هذا الكتاب غير موجود. شلون تخاطب جهة غير مشكلة؟ شنو تعلم الغيب انت؟ مثل ما يقول لك انه الغرقان يتعلق بقشاية بأي شيء يريد. أفضل شيء بالرجل المبدأ، اللي ما عنده مبدأ لا يقعد بين الرجال. رسالة الكابتن فلاح حسن، طلبت أكثر من مرة في هذا البرنامج وسيد عبد الرحمن رشيد شاهد على كلامي وهذا التليفون رسائل موجودة، طلبت من عندكم أكثر من مرة تجون تظهرون في البرنامج، رفضتوا بحجج واهية، تتهمون الناس جزافا وتطلقون عليهم أنواع التهم. تقول ليش ما يطلعون؟ عندهم أبواق كثيرة ما يطلعون، هم ما يواجهون، عندهم أبواق كثيرة بعناوين كثيرة. اليوم القرار تم تصويبه بشكل صحيح. تصويب؟ تصويبه بشكل صحيح، سواء الإشكاليات المادية والإشكاليات القانونية اللي كانت على الكتاب. قرار اليوم أنا أعتقد يعني يحظى بتأييد الجميع، لأنه يحل قضية صار بها شد وجذب في يعني الشهر الماضي. القرار الأول اللي هو تشكيل هيئة مؤقتة كان يفترض هو الحل للإدارة، لكن ما كان يعني خلينا نقول سطر صحيح بحل إدارة الزورة وتشكيل هيئة مؤقتة جازمة وتتولى الهيئة المؤقتة إدارة الأمور. خلوها هاي ترشية بذنكم، انتوا رايحين الزوراء بقى وجمهور الزوراء بقى، تجي إدارة مؤقتة هي مؤقتة مو زينها، منقول عليها عندها أخطاء وعندها كذا.